الهدف من هذا المنتدى هو توفير مجال للقاء بين مختلف الفاعلين من فاعلي المجتمع المدني، من مؤسسات عمومية، من مجالس منتخبة، للنقاش والتحاور حول قضية مهمة وقضية أساسية التي تعتبر من أهم الإشكالات التنموية ليس فقط على مستوى الوطن ولكن على مستوى الدولي في القرن 21، وهو نمو المدن وتطورها. فكيف يمكن أن نضع مخططات وأن نضع برامج تراعي التنمية المستمرة لهذه المدن مع ضمان الاستدامة في الموارد، في المجال، في الوسائل؟ وبالتالي فهذه محطة أساسية للنقاش والتقييم، خاصة بعد منتدى سنوي أول كان ناجحا. اليوم نحن سنرى إلى أي حد تقدمنا في مسار بناء تنمية مستدامة، وهي الإشكالات الأساسية التي تطارد هذا السبيل. Donc au niveau de plusieurs actions, comme par exemple favoriser donc des ampoules économiques, comme par exemple accompagner l'industrie par plusieurs moyens, comme taxer l'énergie pollueuse ou bien des subventions, ainsi de suite. دونك يا بوكو دو شوز افيرماسيون نيغولا مشروع اللي اعتبرها حنا نموذجي ضمن هذا المخطط الجهوي للتنميه واللي له علاقه بالموضوع، وهو خلق دار المناخ المتوسطيه بمدينه طنجة اللي كانت من بين التوصيات ديال لا ميدكو، وهذا من اجل مؤسسه يعني هذا يعني العمليات اللي كتنجزها والاجراءات اللي كتعملها الجهه في مجال التغيرات المناخيه، وايضا لجعل هذه الدار هي مقر السكرتاريه الدائمه لميدكو، يجعل كذلك يعني استمراريه وديمومات العمليات اللي من شأنها مكافحه التغيرات المناخيه.